اول حاجه هنعملها ان احنا هنظبط الليفلات. اول حاجه اعملها ان انا اظبط الليفلات، فهدخل هنا فين في الليفيشن. تمام، عندي في مشكله دلوقتي اليونت، اليونت مش مظبطه. اخش على الليفيشن كده هتلاقي اليونت مش مظبطه، فهقول له يو ان يو ان واظبط اللينس. هخلي اللينس دي بكام؟ بمليمتر. وهنا اليونت سامبلز هخليها بالمليمتر، لما اقول له نان يبقى كده يكتب الرقم من غير ما يكتب السامبل بتاعه. اقول له اوكي، وهتلاقي عندك الاريا والفوليوم والانجل والاستراكشر، هتلاقي حاجات خاصه بالفورس لو انت عايز تعدل فيها. اوكي، طيب هنا في كسور اهيت، فممكن اخلي دي مثلا ايه 3050. طيب عايز ارسم ليفل كمان، عايز ارسم ليفل كمان، فاقول له ايه؟ عندي من الاركتكتشر ليفل، ابدا اقول له ان انا عايز ارسم ليفل على ارتفاع 3 متر. طيب وانا برسم الليفل بيسالني سؤال، بيقول لي ميك بلان فيو، يعني هو بيعمل الليفل ده هيعمل لوحه انشائي ولوحه معماري فلور بلان ولوحه سيلينج. فانا بقول له اوكي، فبيبدا ايه كل ما ارسم ليفل هو بيبدا يعمل لي الاجزاء بتاعته الفيوهات بتاعته. طيب اللي بعد كده ان انا اقول له عايز ارسم الجريد. كل ما برسم انا هو بيبدا ايه يشوف الرقم التالي ايه ويعمله، يعني 1 2 3 4. طيب لو جيت انا رسمت مثلا ايه، طيب وجيت خدت من ده كوبي مثلا، هيبدا هو يعرف ان ده البي وبعد كده ده السي وهكذا. اختصر لي ايه؟ تعال نشوف الليفل. الليفل ال ال والجريد جي ار. طيب لو انا عايز اعدل الاختصارات، الاختصارات مش عجباني وعايز الاختصارات بتاعه الاوتوكاد، فاجي هنا فايل اوبشن في اليوزر انترفيس. احنا عندنا هنا الاوبشن فيها شويه اعدادات كويسه جدا، زي مثلا يفكرني ان انا اعمل حفظ كل قد ايه، احنا مخلينا كل نص ساعه، ممكن تخليها كل ربع ساعه مثلا او كل ساعه. طيب عندي هنا اليوزر انترفيس، ممكن لو انا مثلا معماري اروح شايل الاستراكشر واشيل السيستم، السيستم اللي هو مقصود بالام اي بي. فلما اقول له اوكي هيلغي لي الاستراكشر، ما بقاش في استراكشر ومش في ام اي بي، في اركتكتشر بس. هلاقي عندي هنا حاجه اسمها كيبورد شورت كات. كيبورد شورت كات يعني عباره عن ايه؟ الاختصارات. فانا مثلا عندي مثلا امر زي كوبي مثلا،
بيقول لي ان انت في كذا امر اسمه كوبي، فبقول له مثلا ده كوبي ده اللي هو من قائمه موديفاي، بيقول لي سي او سي سي. ممكن اديله اي اختصار تاني، مثلا لو انت عايز تغير تديله اي اختيار وتدوس على علامه الساين، مثلا هسميه مثلا سي في مثلا الساين، يبدا يقول لك ان الامر ده موجود لامر اسمه فليكسبل دكت، فاقول له كانسل. طيب ممكن نختار ايه تاني؟ تبدا بقى تشوف ايه الاختصار اللي ممكن تحطه الكوبي، سي 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 بي مثلا او سي واي الساين. خلاص لو انت كتبت سي واي او سي سي او سي او يبقى ده امر كوبي، ممكن تقول له ريموف. عندك طريقتين عشان تظهرهم، قائمة فايل، فايل اوبشن، وبعد كده هتقول له يوزر انترفيس وتختار كيبورد. فايل اوبشن يوزر انترفيس. يبقى انا عايز اختيارات اخش هنا. طيب بعد كده بلا نعم في بعد كده حاجه امر هنا اسمه دبل كليك اوبشن. دبل كليك اوبشن يعني ايه؟ يعني لو انا دوست على اي حاجه مرتين يعني هو ايه؟ يعني انا لما ادوس على فاميلي مرتين يعمل ايه؟ هيقول لي اديت تايب او اديت فاميلي او ناثينج. يعني خلينا نحط اي فاميلي، اي فاميلي مثلا خلينا نحط عمود مثلا اهو عمود اهو. طيب لو انا دوست العمود ليه ما ظهرش معايا؟ عشان هو معمول ديبس. لو قلت له هاي هيظهر معايا. طيب لو دوست عليه مرتين عمل ايه؟ فتح الايديت تايب، كان انا جيت هنا وقلت له ايديت تايب ففتح لي القائمه دي. ممكن اقول له لو حصل دبل كليك اعمل ايديت فاميلي، فاجي هنا فايل اوبشن يوزر انترفيس دبل واقول له خليها ايه؟ ايديت فاميلي. ويروح لما ادوس عليه مرتين ما يعملش ايديت تايب، لا يعمل ايديت فاميلي، يديك امكانيه ان انت تعدل الفاميلي. تمام؟ تعديل الفاميلي سهل جدا وبسيط، مجرد بس ان انا عندي شكل معين ببدا اغير فيه. هنشوف مع بعض الموضوع ايديت فاميلي دوت. طيب طيب لو انا دلوقتي عايز ارسم مثلا طيب لو انا جيت في كده فايل وقلت له اوبشن يوزر انترفيس دبل كليك، عندي بقى ايه؟ لو انا في خط في شكل انا برسمه سكتش اليمنت يعمل ايديت الاليمنت. لو انا عندي جروب، لو انا عندي ستير يعمل ايه؟ يعمل ايديت ولا يعمل ناثينج ولا ايه؟ طيب خلينا دلوقتي مثلا نرسم هول اهو مستطيل اهوت. طيب وانا برسم قبل ما ارسم اهو هشوف الارتفاع بتاعه لحد فين، ممكن نقول له لحد مثلا الدور الثاني. يبقى انا ارسم اهو ده كده من الدور الاول للدور الثاني. لاحظ الحاجات اللي هو اداها لي ديت اللي هي الاقفال دي، بتعمل ايه الاقفال ديت؟ الاقفال دي بتعمل ايه؟ تمام. يعني انا لو جيت كده وحركت الجريد
اللي هتتحرك معايا. طب عايز افكها هدوس على القفل دوت. طيب عايز ارجعها تاني ممكن استخدم امر مثلا زي امر الاين واقول له الحته دي مع الجريد دوت اربطهم مع بعض كده. لو انا حركت الجريد هتتحرك معايا. برضه لو انا عندي عمود ممكن اخلي العمود يرتبط مثلا باي حاجه من الحاجات دي. يعني لو انا عندي عمود اخترت مثلا عمود معماري اهو ماشي، ممكن احط العمود المعماري هنا واقول له الاين الجريد ده مع العمود واقفله، الجريد ده مع العمود دوت واقفله كده. لو حصل تعديل في الجريد العمود يتحرك معايا. فده ميزته ان هو بيربط العناصر ببعض، اتاكد ان الشغل كله متوافق مع بعض. طيب انا عايز احط الدايمنشن مثلا على الحيطه ديت. خلينا قبل ما اعمل كده هقول له انا عايز اعمل مثلا دور اهو. طيب وعايزين نحط حته كمان من هنا لهنا لهنا، كأن انا قفلت غرفه مثلا. هقول له انا عايز اعمل دايمنشن دي اي دايمنشن، او هروح لانوتيت واقول له انا عايز دايمنشن اهو. طيب لما اخترت دايمنشن قبل دايمنشن ممكن اعمل من هنا لهنا 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 ماشي. دي طريقه اللي هي طريقه دايمنشن العاديه. في طريقه ثانيه ان انا هقول له ان انا عايز دايمنشن واختار من هنا انتاير وول، اختار الحته كلها تمام، اختار الحته كلها واقول له اوبشن اختار اوبننج وانترسكتنج وول وانترسكتنج جيت. معناها ايه؟ حد عنده؟ طيب تاني لو انا عايز ارسم للحته كلها اهو هاجي هنا في الاوبشن واروح مخليها الويتس بدل سنتر ويتس، واقول له بقى انا عايز من الحته دي. هيبدا بقى يعمل لي ايه؟ من الجريد للاول الباب لاخر الباب للحته اللي في النص للجريد وهكذا. هيبدا يعمل لي الجريد دي المشروع كله. بص لو انت لو احنا عايزين نعمل مثلا انا عايز اعمل محاذاه هنا تمام، هختار هنا جريد ال اي، لا مش ال اي، اي ال اي ال، عملت الجريد ناقص الحيطه. لو انا جبت الحيطه من هنا خلاص اعملها من اول حيطه. ممكن اقول لا ده انا عايزها من نص الحيطه. طب نص الحيطه مش جاي معايا، لو هو مش جاي معايا ممكن ادوس تاب، تاب بيقلب، فانا ممكن اجيب هنا عند نص حيطه خلاص كده انا ربطت الجريد بنص الحيطه. طيب وانا شغال لو دوست هنا امر اسمه مثلا تي ال، شايف ده السكنس، ده السكنس بتاع الطباعه ماشي تي ال، او شايف الزرار اللي فوق دوت اللي هو سين لاين تي ال، تي ال عشان اشوف الحاجه ممكن تبقى ازاي. لما انا بدوس تاني بيجيبها لي خطوط خفيفه خالص عشان اقدر اشتغل. عشان لو انا عايز اعمل الاين مثلا انا شايف فين نص الحيطه وفين الحيطه الخارجيه وحاجات زي كده، فتي ال هيخلينا نشوفها وقت الطباعه تمام. طيب انا حاسس مثلا ان في بعض الحاجات عايزه تتعدل تمام، عايز مثلا الحيطه حاسس انها تقيله شويه، او حاسس ان الباب خفيف شويه، او حاسس ان الكتابات عايزه تكبر تصغر، كل الحاجات دي اقدر اتحكم فيها. طيب لو انا عايز اتحكم في المشروع ككل، كل اللوح الدور الاول والثاني والثالث وكل حته، بروح لقائمه مانج اوبجكت ستايل. يعني لو انا عايز اعدل مره واحده في المشروع ككل،
اروح لمانج اوبجكت ستايل وابدا بقى انزل لحد ما الاقي ايه الحاجه اللي انا عايزها. مثلا الوول، الوول عندي حاجتين في اللاين ويت، عندي حاجه في البروجكشن حاجه اسمها في القط. ايه الفرق بينهم؟ انا دلوقتي عايز ايه اخلي الحته تبقى خفيفه او الحته تبقى تقيله، تمام؟ فانا دخلت فين عشان اتحكم في اللوح في المشروع ككل؟ في الاوبجكت ستايل. اوبجكت ستايل ده بيدينا المشروع ككل. مانج اوبجكت ستايل. ماشي. طيب لما هنزل تحت الاقي، بص هنا اللاين ويت اللي هي السم، عندي نوعين، في حاجه للبروجكشن حاجه اللي ايه للقط. ايه الفرق بينهم؟ لو انا عندي حاجه اسمها خط القط، خط القط ده تقريبا بيبقى على مثلا متر 80، اقدر اطلعه وانزله زي ما انا عايز. ماشي. فلو حاجه تحتيه بتاخد اللي هي ايه البروجكشن، يبقى انا شايفها من فوق، تمام؟ زي الحته دي كده، دي كده مش مالي البروجكشن، انما الخط يبقى حته طويله شويه فانا اقطع بقى، تمام؟ فهو عامل هنا ايه؟ انا بغير على الاثنين. فانا عندي هنا الول في اثنين وفي خمسه، خمسه ده القط. طب لو انا خليتها اثنين، هو انا بيرتب من كام؟ من واحد ل 16. واحد ده خفيف خالص، 16 ده اللي هو ايه؟ تقيل. فانا اقول له ايه؟ خليها مثلا ثلاثه مثلا، واقول له اوكي. بص الحته حصل لها ايه؟ عندي في اللوحه، اللوحه بقت ايه؟ خفيفه شويه، تمام؟ لو فتحت اي ليفل هتلاقي نفس القصه، كل الحاجات بقت خفيفه، تمام؟ يبقى انا لو انا عايز اعدل الخطوط بتاعت اللوحه كلها بتاعت المشروع ككل، نخش مانج اوبجكت ستايل وابدا اعدل في السمك بتاع اللوحه دي. وعندي هنا بقى ايه اللاين كولر، ممكن اخليه مثلا لونه اصفر او احمر او اخضر زي ما انا عايز، تمام؟ تبقى بالشكل دوت. نو كولر او خليها مثلا بلاك. وعندي برضو الول بيبقى عندي حاجه اسمها اللاين باترن، يعني مثلا خط مسافه، خط مسافه نقطه وهكذا. اللاين باترن هو عامله هنا سوليد، ممكن اختار مثلا داش واقول له ابلاي اوكي، فبقى داش بالشكل دوت، خط مسافه، خط مسافه وهكذا. لاين سبيس، لاين سبيس، لاين سبيس، الحاجات دي كلها، تمام؟ دي غالبا بنستخدم الحاجات دي مع الاستراكشر عشان اوضح الفاونديشن، يعني المفروض الفاونديشن تحتيه، فبعمل القصه دي. طيب خلينا نرجعها زي ما كانت اهي. طيب انت عايز بقى ايه؟ ممكن تتقلها بطريقه ثانيه، لو انت عايزها في الفيو ده بس، هتخش في في بي وهتبدا تشوف مثلا الول اهوت. هو العادي بتاعه ان هو عامل ايه؟ نفس الاعدادات اللي هي بتاعت الاوبجكت ستايل، يعني لما اعدل في الاوبجكت ستايل هو بياخد نفس الاعداد، بس ممكن اقول له اوفر رايت، يعني انا عايز حاجات مختلفه. اقول له اوفر رايت واقول له ايه؟ انا عايز ده يبقى مثلا 10 اللي هو في البروجكشن، وفي القط هخليها مثلا 6. السمك من 1 ل 16، من 1 بيبقى خفيف خالص، 16 بيبقى عريض جدا. طيب خلينا نختارها مثلا 6. البروجكشن لو الحته اقصر من خط القطع بتاعي. ايه الفرق بين الاوبجكت ستايل والفي في؟ الاوبجكت ستايل لكل المشروع، الفي في للوحه دي بس، للفيو اللي انا واقف فيه. الفي في للفيو اللي انا فيه. طيب لو انا في الاوبجكت ستايل اديته 10 وهنا اديته 2، يبقى المشروع كله 10 ما عدا الفيو ده بس، تمام؟ طيب تتبع الفي في يعني. اقول له مثلا اوكي، وخلي دي مثلا ايه 10، خليها مثلا 12 عشان بس تبان. اقول له اوكي، تمام؟ بص الحاجه بقت ايه؟ بقت شكلها بشع. طيب خلينا اغير دي مثلا ل 5، لا عشان لو في تفاصيل تبدا تبان.
طيب خلينا نخش بي بي، عايز اعدل حاجة اناليتيك. طيب انا مثلا لو في يعني الحته دي بس عايز اغير الاعداد بتاعتها في الحته دي بس، هاجي هنا وادوس رايت كليك واقول له اوفر رايت جرافيكس ان فيو. اوفر رايت يعني ايه؟ يعني هدي له اعدادات غير الاعدادات اللي عندي اوفر رايت، يبقى ده ليه حاجه غير كل الفيو، الحته دي لوحدها هتاخد حاجه مختلفه. هقول له باي اليمنت واقول له الحته دي هديها مثلا نوع من انواع الشفافيه، شفافيه اهي. خلينا نقول له element، خلينا مثلا نقول له ان ده قط. طيب هقول له مثلا ده انا لو شفت تحت الكات لاين اهوت، هقول له انا عايز الويتس بتاعه مثلا باتنين. خليت الويتس بتاعه باتنين، اوكي ماشي. ده هايد الويتس بتاعه باتنين، اوبجكت ستايل شكله تحت بزيرو. بص ده لوحده بقى ليه سمك مختلف، ماشي. طيب في امر تاني يخليني اغير زي ما انا عايز بشكل اخر، يعني بمعنى ايه؟ خلينا نفتح قائمه موديفاي. عندي هنا امر اسمه ايه؟ لاين وورك. لاين وورك يعني ايه؟ يعني هاخد خط معين واديه لجزء معين. يعني عندي هنا مثلا خط مثلا اللي هو ستين لاين، هاخده وابدا اعمله على الخط ده. عندي خط مثلا هنا، ابدا ادوس هنا يبدا يكتفي معايا الخط ده. طيب خلينا نرجع كل حاجة زي ما كانت. هقول لك الحتة بتاع صغير. طيب هنظبطها مع بعض. طيب يبقى انا عندي يا باشمهندس، بص عندي لو انا عايز اغير الشكل بتاع الحتة ديت هقول له ايه؟ سين لاين، وابدا اختار نوع اللاين ستايل اللي انا عايزه مثلا انفيزبل لاين، وراح مختار الخط ده، يبقى الخط ده اختفى. يعني في خط مضايقك مثلا في قلب الحيطه، فانت ممكن تقول له اغسل الخط دوت منين؟ من الامر اللي اسمه لاين وورك. كان في ديفولت، كان في ديفولت. طيب لو انا عايز اعدل في الاعداد بتاعت الدايمنشن دي، خطوط الدايمنشن، طيب ممكن ادخل هنا اعلم على الدايمنشن وادخل جوه الايديت. تايب بلاقي عندي هنا في سمك الكتابه وسمك الخطوط وكل حاجه. يعني على سبيل المثال مثلا ده الجرافيكس، عندي هنا اللاين ويت بواحد زي ما احنا قلنا، هو عنده هنا بيعد من 1 ل 16، فهنخليها مثلا 4 وقول له ابلاي، هتلاقيه قال لك الخطوط بتاعت الايه الدايمنشن. خف شيء واحد، هي الواحد اللي كان قدامك دوت. ممكن تعملها بالرصاص، انت عايز اخف من كده؟ انت قصدك على الجزء ده يعني؟ بص انت مش قصدك على الخطوط، انت قصدك على الحته دي كتابات. لا لا ايوه ما دي خفيفه خالص، انما تعالى بتشوف الكتابات ده التيكت مارك ده خليها مثلا واحد. اي اخف من كده؟ ما ده اخف حاجه، ده واحد. لا دول بس ولا ده
او ماشي بقى خليها خلي اللون انت عايز. تعالى هنا ايديت تايب وخليها مثلا رصاصي، اي بدل بلاك خليها مثلا اللون الرصاص اهو ابلاي، هتلاقيه خف معاك شويه بالشكل ده. تمام، ما اخفش حاجه واحد بس، ده ممكن بتلعب في اللون نفسه. عايز الكتابه تكبر وتصغر؟ اه طيب، لو انا عايز اصغر في الكتابه اعمل سيلكت وادخل هنا في الايديت تايب، خلينا ننزل كده. طيب فين التكست؟ اهي الويدث فاكتور. التكست اهي، انت عندك تكست سايز باتنين، خلي التكست سايز مثلا بواحد، هتلاقي كتابه صغيره خالص. اه طيب طيب من الاول خالص، لو انا عايز اتحكم في سمك حاجه في المشروع ككل، اروح لقائمه مانج، قائمه مانج اي، واروح للاوبجكت ستايل، لما بعدل حاجه هنا تعدل في المشروع ككل. يعني لو دخلت في اي حاجه مثلا الول اهو، بلاقي عندي اللاين ويت ده خاص بسمك القط، وعندي اللاين كولر اللي هو خاص باللون نفسه، اللاين باترن خاص لو في باترن موجود جوه اللوحه، الماتيريال، الماتيريال دي بقى ايه لو انت عايز تدي ماتيريال، ودي مش بتبان، الماتيريال مش بتبان هنا، مش بتبان في هيد اللاين، بتبان في الرياليستيك والكونسيست كولر والحاجات دي. طيب اقول له اوبجكت ستايل وابدا اختار بقى ايه السمك بتاع الوول. هنا بغير في المشروع ككل، ماشي، بغير في المشروع ككل، بغير في اللوح المعماري والانشائي والكهروميكانيكا، اي اعداد بتحصل هنا بتغير عند كل الناس لو احنا الاثنين كلنا شغالين على نفس الملف. طيب لو انا قلت له بقى في في، يبقى انا بغير في البيو ده بس، اجينا في الوول وابدا اختار الاعداد الخاصه بالبروجكشن والاعداد الخاصه بالقط. الهاف تون بيخلي الحاجه خفيفه شويه، حتى الطباعه الاعداد اللي بتحصل هنا خاصه بالطباعه. طيب بعد كده جينا عند الدايمنشن، خلي بالك الدايمنشن، تعالى واحده واحده، في حاجه اسمها اي كيو هنا ممكن اعلم عليها، يبدا ايه يقول لي في مشكله ان في حاجات معمول لها كونسترين، كونسترين يعني مربوطه ببعض، فبقول له اوكي خلي المسافه من هنا لهنا قد بعض، والمسافه من هنا لهنا قد بعض، يعني خلي المسافه دي قد المسافه دي، وهكذا حافظ على المسافه دي. لو علمت على دي هتلاقي حاجه اسمها اي كيو، اي كيو يعني ايه؟ بيحاول يخلي الحاجات قد بعض، ماشي؟ اه طيب لو علمت هنا ودخلت في الايديت تايب اقدر اعدل اللاين ويت، خلينا واحد. نعم؟ ايه اللي حصل؟ اه ما او مش لازم انا طيب بعد كده ممكن انزل هنا الاقي هنا البلاك، ممكن اخلي البلاك ده لون ايه رمادي شويه. طيب اوكي، طيب هنا الحاجات الخاصه بالتكست، يعني التكست الوسط بتاعه العرض بتاعه لو انا عايز اخليه عريض شويه او كده، عندي هنا التكست فونت الارن، عندي هنا اختيار اللي هو التكست سايز، ممكن اخليه مثلا واحد التكست سايز نفسها، التكست اوفست المسافه بين التكست واللاين بتاعه قد ايه؟ تكست اوفست. طيب ايوه، لا على كله، على كله، انا عندي حاجه اسمها ايديت تايب، لما بعدل في التايب بتعدل في كله. طيب عايز ما عدلش في كله، هعمل واحد جديد اقول له دوبليكيت واسمي الجديد ده مثلا ايه؟
حمزة مثلا او رئيس اتش 1 اتش 1 تمام، وابدا احط الاعداد بتاعته، ساعتها هيتغير في الجديد بس اللي انا عامل عليه سيلكت. طيب بلاقي عندي حاجه هنا اسمها ايه؟ اوبوكيو وترانسبيرنت، ايه الفرق بينهم؟ طيب بص، لما انا هاخد الدايمنشن ده واخليه كده فوق فوق شغل او فوق كلام او حاجه زي كده، خليني اخلي ده مثلا واحد ل 1000 واحد ماشي. الفكره لو التكست مغطى على شغل، الشغل ده يظهر ولا لا؟ بص شايف، شايف هو عامل ايه؟ الكلام واكل من الحيطه، الكلام واكل من الحيطه. لا انا عايز الكلام ما يكونش من الحيطه، هو هنا عامل ايه؟ عامل مربع بيخفي اي حاجه تحتيه. طيب ممكن اعمل سيلكت هنا وادخل هنا في الايديت، طيب واقول له لا التكست ده خليه ترانسبيرنت، خليه شفاف، يبقى كده الكلام ظاهر والكلام اللي مع والشغل اللي تحتيه ظاهر. طيب لو الحاجات قريبه من بعض ممكن اعمل سيلكت كده، هلاقي النقطه ظهرت هنا، اخد النقطه دي ابعدها شويه تمام. طيب المشاوره دي بقى نفسها شايف هي واخده شكل ارك كده، لا انا مش عايز ارك، انا عايز لاين. الخط ده عايزه ايه؟ مش ارك، عايزه لاين. ايه ده؟ طيب وبدل ارك دي هقول له خليها لاين، اوكي، فيبدا يعملها على شكل لاين. يبقى انا لما اجي اسحبها بعد كده يبدا يعملها على شكل لاين بالشكل دوت. ماشي، طيب انا عايز لما يحط لي الوحده القياس دي عايزها مره بالملي ومره ثانيه بالبوصه، عايز يحط لي اثنين في نفس الوقت، فاعمل سيلكت واقول له اوديت. طيب هتنزل هنا بقى هتلاقي عندك حاجه اسمها ايه؟ اليونت فورمات، هو اليونت فورمات بالملي متر اوتوماتيك. ممكن اجي بقى في ايه؟ في الترناتيف يونت واقول له انا عايزها تتكتب تحتيها بلو الترناتيف يونت، يعني واحده اخرى بديل ليها، واقول له بدل ما هي بالملي خليها مثلا بالانش، واكتب لي ان دي بالانش، اوكي ابلاي. يبقى هو اوتوماتيك هيكتب لي المليمتر ويعمل كونفيرت ويكتب لي الانش بعد. طب الناس تجربها كده، نعم. بص هتختار بلو وبعد كده هتنزل تحت البلو على طول هتلاقي الالترناتيف يونت فورمات، دوس هنا وتختار بقى اي واحده تكاش بتاعتها. طيب كان في حد بعت سؤال خاص بالسكادول، في حد كان بعت او خلينا ناخد الفلور بعد كده ماشي، الفلور بعد كده سكادول. خلينا نرسم الفلور، الفلور مقصود بيها اساسا هنعمل الموضوع الارتفاعات. هقول له انا عايز فلور الارتفاعات، طيب هقول له انا عايز الفلور. طيب انا ممكن ارسم الفلور باكتر من طريقه، ممكن اقول له انا عايز ارسم لاين بالشكل دوت اهو، تمام. هتقعد ترسم لاين يعني هتاخد منك جهد، ممكن ما تبقاش مظبوطه وحاجات زي كده. لا في حل تاني،
في بيك لاين. مين اللي قال بيك لاين؟ مظبوط بيك لاين. اه طيب طيب في برضو امر تاني غير بيك لاين اللي هو بيك وول. بيك وول اه بيك وول مشته ان لو الحته اتغيرت هتغير معاه. طيب في غلطه هنا اللي هو ايه؟ او مش غلطه يعني ساعات الناس بتعملها كده وناس بتعملها كده. هو عمل الفلور من جوه يعني جوه الحته يعني من ال ايوه يعني مش واخد حته معاه تمام؟ ودي صح مش غلط. لو احنا بنرسم يعني حاجه ديتيل فالارضيه الانشائي بتبقى تحت الحيطه، بس الارضيه المعماري او الفلور المعماري بتبقى جوه الحيطه. طيب لو انا عايز اعكسها بدوس هنا ال ايه بقول له ايه خلي السهمين دول، بقول له خليها من بره، بقول له اوكي تمام. طيب انا عايز بقى احط هنا الانوتيت واقول له ايه انا عايز الاليفيشن. طيب الاليفيشن هنا بزيرو. انا عايز يقول لي اعلى حته فين واوطى حته فين. انا عايز اعرف. طيب خليني احط فلور ثانيه عشان برضه تبقى واضحه. هاجي هنا مثلا فلور اهو فلور وهقول له انا عايز على ارتفاع مثلا 500 ماشي، واقول له انا عايز اعمل اهو بيكول من هنا لهنا لهنا لهنا، وبعد كده اقول له اعكس ديت تي ار. طيب قلت له يس. طيب خلينا بقى ايه اه هو جاب لي مشكله ان هما الاثنين داخلين في بعض، السمك بتاع الحيطه كبير شويه، خلي دي مثلا 500. طيب هاجي هنا فين في الانوتيت واقول له سبيت اليفيشن اهو ده بزيرو، اعلى نقطه بزيرو وهنا اعلى نقطه ب 500. طيب انا عايز اعرف اعلى نقطه واوطى نقطه، هعمل سيلكت عليها على السبوت واختار من هنا توب اند بوتوم اليفيشن. هيعمل لي ايه؟ هيجيب لي اعلى نقطه واوطى نقطه. هختار دي وارجع للخصائص هنا اقول له ايه؟ توب اند بوتوم اليفيشن. هيجيب لي اوطى نقطه واعلى نقطه. ممكن احرك دي اخليها كده او انزلها اخليها في النص لو انا حابب. فكده جاب لي الحيطه اعلى نقطه اوطى نقطه حسب السمك، يعني انا لو غيرت السمك كده هتغير المعلومات دي. يعني خليني اعمل سيلكت كده واقول له اديت تايب واقول له انا عايز اغير السمك، السمك هنا 305 اقول له خليها مثلا 400. اوكي اوكي خلاص بقى جاب لي 500 و100 تمام. طيب ودي نفس الحاجه برضو دي زيرو ونزل ايه 400 فمديني ماينس 400. تاني تاني ولا الناس تعملها؟ لا هو يحسبها كلها حتى واحدة ويرجع بالأجزاء اللي فيها. هو يجيب لك أعلى رقم وأوطى رقم. أيوة أنت ممكن تكون دي فيها مثلا 10 طبقات أو يرجع ب 10 طبقات أو أعلى نقطة أو طبقات. ممكن بقى تعمل إيه؟ تاخد سيكشن وفي السيكشن توضح كل واحده فيهم كل لير فيهم. في البلان ممكن تكتبها بقى مانوال، يعني هو هياخد اول نقطه اخر نقطه ارجع بالتفصيل في النص. طيب في حد عنده اي اسئله في اي حاجه من اللي فاتوا عشان ادخل في الاستاذ؟ نعم؟ لا طيب. طيب كان في سؤال برضو جه على موضوع الاسكادول، فخلينا نشوف موضوع الاسكادول ايه فكرته ونعمل مراجعه سريعه عليه. كان في قائمه فيو انا عايز اعمل سكادول، او هاجي هنا في قائمه سكادول وادوس رايت كليك واقول له نيو سكادول وابدا بقى اختار انا عايز اعمل سكادول على ايه مثلا الوول تمام. طبعا الوول في تحتيها وول سويب لو حد عايز يعمل وول سويب لوحده. السكادول اهوت سكادول بيلدينج واكسيستنج واقول له اوكي. طيب ايه الحاجات اللي احنا عايزين نحصرها في السكادول؟ مثلا مثلا الكاونت ممكن نحط مثلا
الفاميلي، فاميلي اند تايب، اللينس، التوب، التوب كونسترينت، التايب، الفوليوم، الويدث، وهكذا. تمام، قلت له كيف اعمل حصر للحوائط. تمام، طيب انا عندي طلع بزيرو ليه؟ عشان هنا الفيس معموله باكسيستنج، يعني الحوائط اللي موجوده من قبل كده. ممكن اقول له نو كونسترينت، هيبدا يجيب لي كل الحوائط. يعني هنا ده بيبدا يشوف انت عايز تعمل لأنا اجزاء، فانا بقول له لا، ده انا عايزها النيو كونسترينت، الحاجات اللي لسه هتتعمل. اكسيستنج لو انا جاي اشتغل في مشروع وفي حاجات موجوده قبل كده. طيب دي المشكله، ان كل الحيطه موجوده ايه بالشكل ده. لو احنا ملاحظين ان هنا كل الحوائط نفس النوع، طيب ممكن اغير، ممكن ممكن اقول له غير لي النوع دوت. تمام، ما دمت غيرت هنا هيتغير في البلان، هيتغير في المشروع، هيتغير في 3 دي، هيتغير في السكشن، هيتغير في كل حاجه. طيب انا عايز يبدا يعمل ايه؟ ياخد دي لوحديها ودول يجمعهم مع بعض. تمام، يعني الحاجات المتشابهه يجمعهم مع بعض. فهاجي هنا في اديت، اول جزء ده احنا اتكلمنا فيه اللي هو فيلد، بيبدا يجيب لي الحاجات اللي انا هستخدمها في المشروع بتاعي. فلتر بيبدا يفلتر، يقول له مثلا انا مش عايز احصر غير حاجه معينه. يعني على سبيل المثال اللي اللينس بتاعه اكبر من 500، معنى كده ايه؟ معنى كده ان اي حاجه اقل من 500 مش هيدخل معاك في الحصر بتاعي. ماشي، ده موضوع الفلتر نون. طيب سورتنج اند جروبنج، ممكن اقول له ايه؟ باي فاميلي اند تايب. يعني ايه؟ يعني خليهم مترتبين حسب الفاميلي اند تايب، واشيل العلامه من دي. اتمايز افري انستنس، يعني ايه اتمايز افري انستنس؟ لو حد فاكر اتمايز افري انستنس، يعني خلي كل عنصر لوحده. يعني لو كل عنصر خليه لوحده، فلازم ايه اشيل العلامه دي واقول له اوكي. هيعمل ايه؟ كل الحوايط اللي في جروب هيخلوهم مع بعض، كل الحاجات اللي هم نفس الحيطه هيخلوهم مع بعض. يكتب عددهم، او خليه يكتب عدد، هو كتب عددهم في الكاونت. تمام، كتب لي ان دول خمسه ودول واحد. تمام، طيب مثلا بعد هم بيكتب لي قياسات الباب، اذا بغير قياس الباب ممكن اغيره. ما لازم تغيره، ما هو السوق بيعمل حصر لنفس العناصر في نفس اللحظه. طيب الناس نفس تغير الباب لازم اخد على الفاميلي وهذا. انت عايز تغير اعدادات الباب، ما هو في حاجه من الاثنين، يا اما هي مكتوبه رقم مظبوط، يعني اول ما بتعدل في الرقم بيتعدل في الباب، او هي مكتوبه تكست، وده غالبا ما بيحصلش. لو انت غير، لو انا يعني مثلا ايه، لو انا جيت هنا غيرت نوع الفاميلي خلاص بيتغير. لو انا غيرت معلومه نسخه خاصه باي حاجه المفروض ان هو بيتغير هناك. تمام، لو ما اتغيرش، حتى مثلا لما تيجي تغير مثلا ديت هيقول لك لا ما ينفعش ان هو يتغير. ليه؟ لان الطول بتاعه من هنا لهنا. تمام، انما ممكن مثلا توب اوفست اعدل. يعني ايه توب اوفست؟ يعني الحته دي اعلى حته فيها كذا، فانا ممكن اطلع بها شويه او انزل بها شويه، مش هيلاقي فيها مشكله. يعني لو قلت له 200 هتلاقي حتى الفوليوم اتغير. ليه؟ لانه عمل على الحته، فالرقم بتاعه ايه اتغير. طيب في مشكله هنا. قول. مفيش مشكله، انا هنعمل حصر برضه مفيش مشكله. طيب في مشكله في الحصر بتاع الحته، ممكن اعمل سيلكت اول واخدهم كلهم. ممكن نعمل عشان فيلد دي، ممكن تعمل سيلكت على كل العناصر وتاخدهم، بس في بعض الحاجات انا مش محتاجها. الاسمبلي كود دي يعني رقم معين للباب والحاجات ديت، غالبا مش في المرحله الشغل التحتي ده، في في الناس اللي بتشتغل في مساله المانجمنت والاسيت والاصول والحاجات دي. تمام، طيب نخلي بالنا من مشكله هنا في اللينث، ما ادانيش رقم. ليه ما ادانيش رقم؟ حد فاكر او حد ممكن يخمن ليه ما ادانيش رقم؟ لان كل واحد فيهم ليه رقم مختلف، فهو مش عارف يكتب انا رقم فيهم. تمام، ده عشان واحد بس عرف الرقم بتاعه، عارف ان اللينت بتاعه مثلا بايه؟ ب 19 متر. فانا هاجي هنا وادخل هنا في الفورماتنج، خلينا ندخل هنا فين؟ في اللينس، اللينس 1. بيقول لي انت عايز تكتب ايه؟ التوتال ولا المينيموم، اقل رقم ولا الماكسيموم ولا ايه؟ هقول له التوتال، هيبدا يجمع الارقام كلها ويديني الرقم النهائي بتاعه. ما
وكذلك في الفوليوم. ممكن اجي هنا واقول له انا عايز هنا في الفوليوم التوتال. طيب وممكن بقى اقول له ايه سورتنج، اقول له انا عايز ايه جراند توتال، فيبدا يجيب لي مجموع اللينس للعناصر كلها ومجموع اللينس للعناصر كلها. طيب خلينا نعمل بقى واحد تاني للابواب، اقول له نيو سكادول للدور كمان ايه تاج واضح امر طيب احنا مثلا خلينا نكتب مثلا الباب، الباب انت عايز الويدث بتاعه والتايب مارك والتايب والثيكنس والسيل هاي، شوف ايه الحاجات اللي انت عايز تحطها، مجرد تدوس عليها مرتين تيجي تدخل معاك. طيب ده الباب، بص انا مثلا الويتس، الويتس مكتوب 914 ماشي، خلينا نقول له هايلايت الموديل نشوف فين ماسك كام، 915 فعلا مظبوط. طيب خلينا ندخل هنا في السكوير بتاع الباب واقول له بدل 915 دي خليها 1200، بيقول خلي بالك انا غير لك الرقم ده في كل الابواب اللي موجوده. تعال نرجع كده، لما غيرت في الجدول الخاصيه بتاعت عرض الباب اتغير هنا. طيب خلينا نشوف بقى موضوع التاج ازاي عدل التاج كده، احنا بندخل في تعديل فاميلي، فدي بتنطبق على كل الحاجات الخاصه بالفاميلي. بص انا عملت كده، دي معلومات خاصه بالباب، تمام دي معلومات خاصه بالباب. انا عندي ممكن يكون التاج مختلف على اللي عندك شويه، ما هي بتختلف من واحد لواحد، بس ممكن تدخل تعدي فيها زي ما انت عايز. خلينا نشوف التاج ده مختلف، ثلاث عندك كده. طيب انت عايز يظهر لك ايه او يكتب لك ايه؟ دي يعني نوع، يعني مثلا هو يعني عندي مثلا ثلاث انواع من الباب دي 1 ماشي. طيب خلينا نفهم هو بيكتب ايه او بيقرا ايه. هاجي هنا واقول له اديت فاميلي ماشي، واعلم على التكست اهو، وادخل هنا في الليبل، هنا دخلت جوه الفاميلي وبقول له ايديت ليبل، بلاقي عندي هنا هو بيقرا حاجه اسمها المارك ماشي. انا عندي في الفاميلي بتاعت الباب في حاجتين، في مارك وتايب مارك. التايب مارك ده يبقى كل الابواب، المارك ده اللي الباب ده بس. طيب هشيل دوت واقول له لا انا عايز تايب مارك او تايب نيم، تايب مارك اوكي، وخلينا نحمله في المشروع ماشي. طيب كل انا هاجي بقى ارجع عند الباب دوت وادخل هنا ايديت تايب، هتلاقي حاجه هنا ايه اسمها التايب مارك، خليها دي 1 اوكي. تعالى عند الباب الثاني قول له تي جي، وغير نوع الفاميلي ديت لدي، خلاص هيقرا دي 1. طيب لو الباب ده احنا غيرنا نوعه، النوع ده هقول له لا خلي ده بدل ما هو 6 خليه دي 2 طبعا. عند الباب ده دي 1 والباب دي 2 نفس الشيء بالنسبه للشبابيك، نفس الشيء بالنسبه للشبابيك والحوائط، يعني عندك الحيطه دي تيجي تيجي تعمل كده، اداك علامه استفهام، هو مش عارف هو عايز ايه. طيب خلينا نمسك كده ونفهم هو عايز ايه، نعمل سيلكت وندخل، هو بيقرا ايه بقى؟ بيروح اسمه تايب مارك، يبقى انا لما اعدي اعدي في التايب مارك، يبقى انا اخش في الحيطه ديت واشوف التايب مارك بتاعها بكام واعدله. فين التايب مارك؟ اهي خليها مثلا وول 1 خلاص. طيب يبقى كده كل الحوائط اللي هي نفس الحاجه بتاخد ايه دبليو 1
يعني انا عملت سيلكت على الحيطه دي وغيرت نوعها هتلاقي خدت علامه استفهام. ليه؟ لان هو مش عارف. فتمسك علامه الاستفهام دي وتسميها دي 2. ده هيبقى في الطيب، يعني كل حاجه هتتغير نفس النوع هتبقى نفس الحاجه. لو قلت له ماتش وعلمت الحته دي وعلمت الحته دي وقلت له بعد كده تك، هتلاقي دي بقت دي 2. لذلك انا بحب الطيب مارك اكتر من الطيب، لان اكتر من المارك. المارك بيبقى خاص. لو عملت سيلكت على دوت هتلاقي المارك في الحاجات اللي هنا بره، تمام. بس ده هيبقى بيختلف من حيطه لحيطه. لا احنا عايزين كل نوع حيطه هيبقى نفس الحاجه، تمام. دي تقريبا حسبها من ايه؟ على اللاين ويت والسكادول والفاميلي والسبوت ليفيشن. ما اعرفش بقى المشاكل التانية دي بقى ايه. عايز تقول لي كل المشاكل بتاعتي. طيب حد عنده مشاكل في السكادول؟ في حد عنده مشاكل؟ عندي
طيب غريبه شويه انك مثلا تعمل كل الاجواء مع بعض في الجدول. لا اللي بوك كلها مع بعض. لا اللي بوك كلها مع بعض بس اللي بوك مش هبديك في نفس الجدول صعب. اوكي اللي بوك كلها بتاعت مع بعض. تعمل في الجدول تجيب كل حاجه كده لوحدها. لا احنا طيب هتيجي هنا من الاكسبورت هتلاقي عندك ريبورت وتختار الاسكالو هتطلع كده. طلع لي